ما معنى ما جاء في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الثالث والعدد العاشر التي تقول يخلص كمن بنار؟ وهل توجد نار بعد الموت تطهرنا من الخطيئة؟ تفضل حضرتك. شكرا يا أخت رواء. أنا أحاول أجاوب على هذا السؤال الخطير المهم جدا في ال 12 دقيقة اللي مخصصة ليا تقريبا. باختصار، الآية اللي ذكرت في الحديث ده هي عن الخدمة والخدام، ومش في مجال الحديث عن الدينونة والعقاب. عشان كده وعشان ما نفصلش الآية عن المناسبة اللي اتقالت فيها، نقول إن بولس كان بيتكلم عن خدمته هو وأبولس، وإن واحد منهم غرس والآخر سقى، لكن الله هو اللي كان ينمي، وإن كل واحد هياخد أجرته حسب تعبه. مشبه الخدمة بعمل الفلاحة قائلا نحن عاملان مع الله وأنتم فلاحة الله بناء الله. وبعدين انتقل لتشبيه الخدمة بالبناء لما بيقول حسب النعمة المعطاة لي كبناء حكيم وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. يعني بولس كبناء حكيم وخادم بيعرف أصول الخدمة وضع الأساس اللي هو الإيمان بالرب يسوع المسيح، وهيسيب البناء لباقي الخدام، لباقي البنائين، ويشوف إزاي هيبنوا عليه، وهيشوف هيبنوا عليه أترى فضة أم ذهب أم عشب أم قش. وده برضو ينطبق على بقية المؤمنين مش بس الخدام، في حياتهم الروحية ومسيرتهم مع المسيح سوف يبنوا، ما إيه اللي هيبنوا في حياتهم الروحية. فقال ولكن من عدد 12 ل 15، ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا فضة حجارة كريمة عشبا قشا، حجارة كريمة خشبا عشبا قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، اليوم الأخير، لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. هنا بنلاحظ إنه بيتكلم عن العمل ومش عن الشخص. بيكلم اللي مثلا بيبني الملكوت ازاي هيبني، هل عمله هيبقى ام يحترق، ايه اللي هيضعه على اساس الايمان اللي هو الرب يسوع، هل ذهب فضه حجاره كريمه، من الامور اللي تبقى بتتنوع ولكن بتبقى ولكن تتنوع في قيمتها، ام خشب وعشب وقش، من الامور اللي هتحترق. ففي اليوم الأخير هتمتحن النار، نار فحص الله العادل العظيم الجبار، هتمتحن عمل كل واحد، هل هيبقى العمل أم إن العمل هينحترق. هو بيكلم مؤمنين هنا، الخطاة مش بيكلمهم، الخطاة اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية، لكن هنا بيكلم المؤمنين اللي عملهم مبني على الإيمان، على أساس الإيمان already. وما قالش فالنار هنا للعمل ومش للأشخاص، ما قالش الأشخاص هيحترقوا بالنار، لكن بيتكلم على العمل، مش الخادم وإنما خدمته من أي نوع هي، هل هتبقى أم تحترق، هل ليها ثمر أم ليس لها ثمر. العمل اللي بيشبه الذهب والفضة والحجر الكريم هو عمل من يخدم بطريقة روحية عميقة، زي مثلا عايز يجذب ويبني النفوس، الهدف الوحيد هو الله وملكوته، وبيبذل ويضحي ويكافح من أجل المسيح ومن أجل النفوس الغالية يجيبها للرب. هذا هو البناء الذهب اللي ما يتزعزعش، ده العمل الروح القوي اللي لا يتزعزع. كل واحد منا في مجاله مطلوب
منه حياة الأمانة والقداسة والشهادة الأمينة والخدمة الخالصة للرب حسب وزنته وحسب موهبته. يعني مثلا واحد بيعلم بطريقة جادة روحية بازلة من أجل النفوس ومن أجل ربطها بثبات مع الله، بتمتحن النار هذا العمل لا ما يحترقش، ده ذهب ما تحرقوش النار، تزيد توهج ولا معان، ده عمل هيبقى يبقى في النفوس ويبقى إلى اليوم الأخير. لكن الخدمة اللي يكون غرضها جزء كبير منها الذات ومدح الناس، أو الخدمة المتهاونة بعض الشيء، أو لمجرد أنشطة وعمل لأمور جانبية لكن مش اهتمام بالرب يسوع وشؤون الخلاص دون التركيز على العمل الروحي ومجد الرب، أو اللي هي بالتراخي يحترق عمله كخادم لكنه هيخلص كما بنار، يعني كما بامتحان فظيع بيفحص الحاجة ويصدر القرار يخلص كما بنار قد يفقد التيجان كلها بتاعته. فيخلص كما في الامتحان العسير لأعماله، ينجح كأنه بينجح بمقبول بس على الحروك روك، عمله احترق لكن الله خلص مخلص بدم المسيح. النار هنا مش نيار نيران تطهير، لأنه لم ما قالش يخلص في نار أو في النار، وإنما كما بنار، يعني بامتحان عسير جدا عين الله الفاحصة اللي هي بتوزي الميزان دقيق جدا جدا قيمة هذه الأعمال. وهي مش نار حرفية، بل هي دقة وعمق وكمال الفحص، لأن الأعمال لا تفحصها نار حقيقية. لا هي الأعمال إيه؟ واحد بيقول الله يفحص الأعمال زي يجيب نار ويحطها تحت الأعمال، فالنار ما كانتش للشخص لكن لعمله. ستمتحن النار عمل كل واحد. الآية ما هياش عن نيران مطهرة على الإطلاق، هنا الكل يتعرض عمله للنار، وليس فقط نوعية خاصة من الناس، يتعرض لها الذهب كما يتعرض لها القش. فما هياش نيران مطهرة، يعني القديسين الكبار اللي هم الذهب، ما هياش مش ما يتعرض ايه النار المطهرة اللي هيتعرض ليها؟ ده شخص مغسول بدم الرب يسوع المسيح، قديس في المسيح، مضمون، كفر المسيح عنه. النار دي للامتحان وليس للتعذيب، لاختبار العمل وليس لتعذيب الشخص ولا للعقوبة ولا للتكفير عن أي ذنب أو إفاء لأي عدل إلهي، حاشا. المسيح وحده هو اللي كفر عن خطايانا ووفى العدل، الله وقدسته حقه كامل اتوفى بذبيحة الرب يسوع المسيح، لا نزيد على عمله. ومهما كانت أعمالنا أو معاناتنا لا تكفر عن أصغر خطية، ولا هنا ولا في الحياة الآخرة. الكلام ده خطير جدا مهم، لأن دم يسوع المسيح ابنه هو بس اللي يطهرنا من كل خطية، زي ما في يوحنا الأولى إصحاح 1:7، وإلا هذا القول يكون إهدار بشع لدم المسيح وذبيحة الصليب. دم يسوع المسيح ابني يطهرنا من كل، حط 1,000,000,000 خط تحت كل، من كل خطية. وإلا يكون المسيح مات بلا سبب، ما دام يمكن التفكير عن أي خطية بعذاب في الحياة الأخرى، حاشا. وإلا كان آدم ربنا بدل ما كان يحكم عليه بالموت كان يدخله شوية، يتعذب له شوية بشوية حاجات، ولا بتاع نيران مطهرة وانتهت الشغلانة، ولا المسيح يجي ولا حاجة. مش آدم بس كان من الشجرة يعني؟ النار هنا بتحرق وتبيد مش بتطهر، ما بتطهرش، ده بتحرق وبتبيد مش بتطهر وبتنقي.
ده النار للخسارة. فالقش مش ممكن يتطهر ويتحول لذهب أو فضة بهذه النيران، ولا يجوز أن نأخذ عبارة قالت في مناسبة ونفصلها عن المناسبة دهية وعن كل ما قيل قبلها من كلام ونفرض عليها معنى من عندنا لا تحتمله. لا يوجد الكلام ده مهم، لا يوجد أي شاهد كتابي يتكلم عن تطهير من الخطية في الأبدية بالنار، لا يوجد تطهير من الخطية إلا بدم المسيح، لا يوجد أي عقاب في الأبدية يطهر من الخطية. هذا إهدار لذبيحة المسيح اللي حمل هو كل ما نستحقه من عقاب ودينونة، حملها في جسده على الخشبة، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة، بيقول الرسول بطرس، لنحذر لألا نفقد أبديتنا بالحيدان عن طريق الخلاص الكتابي وارتكاب إهانة صريحة خطيرة لذبيحة وكفارة المسيح على الصليب. الكلام ده حطوه في ودانكم كويس، في أذهانكم وفي قلوبكم كويس، وراجعوا الكتاب المقدس وما نزودش عليه ولا ننقص منه. أمين.